ظهور وعودة قناة بطوط من جديد على القمر الصناعي النيرسات. أهلا بكم متابعي قناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع معكم دائما أحدث الترددات والتغيرات الجديدة على القمر الصناعي النيرسات. نعرض لكم بهذا الفيديو عودة قناة بطوط من جديد على القمر الصناعي النيرسات. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على تردد هذه القناة. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. ١١٬٦٦١ على معدل ترميز ١٧٥٠٠ والاستقطاب رأسي وعمودي أو حرف الفي، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا. نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونبدأ البحث على هذا التردد. ظهرت 30 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عمليات البحث. نعرض لكم اليوم تردد قناة بطوط الجديد على القمر الصناعي النيرسات وعودتها من جديد بتردد جديد على القمر الصناعي النيرسات. شاهدوا على تردد 11,661 على معدل ترميز 27,500 والاستقطاب رأسي وعمودي وحرف الفي. شكرا على المشاهدة والمتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.